ده؟ ما انت عارف ان هو مسافر امريكا. ياسين مش في امريكا يا سامي، وانت عارف كده كويس. امال ياسين فين؟ انا مش فاهمه حاجه. ياسين في اسرائيل، وكلمني امبارح بالليل. اسرائيل؟ معاك الرقم اللي كلمك منه؟ ايوه معايا، بس من ساعتها والتليفون مقفول. من فضلك يا غاده ادينا رقم التليفون اللي كلمك ياسين منه. ده المقدم فريد بيتصل على تليفون خالد، ارد عليه؟ مقدم فريد مين؟ ده كان كلمني قبل كده وقال انه من مكتب حسين جوه. طب ردي عليه، جايز يكون عنده اخبار كويسه. اوعى تقولي له اي حاجه. الو، صباح الخير. صباح النور يا فريد بيه. حضرتك فين يا فندم؟ انا في البيت. خير في حاجه؟ عايز حضرتك والاستاذ خالد في موضوع مهم. طبعا اتفضل حضرتك، ممكن تشرف في اي وقت. ان شاء الله هاجي لكم بعد الشغل. ها رجاله، في حد عنده اي استفسار تاني؟ انا حاسس ان احنا هنعرف المهمه دي فين بعد ما نرجع منها. يعني ده اول مره، وطول عمرنا بنعرف واحنا بنتحرك. عندك حق. ماشي هاجي لكم تاني. وراح فين؟ مش عارف. مش عارف ليه؟ عندي احساس ان المره دي الموضوع غامض بزياده. متهيألي المشكلة مش في الموضوع. اتفضلوا بتاع. المشكلة في المكان. هو فين يا فندم؟ حيفا. الأراضي المحتلة. احنا بإذن الله جاهزين يا فندم. طب ممكن نعرف تفاصيل أكتر عن الرهينة يا فندم؟ مستعد الأول وبعد كده نتكلم في كل التفاصيل وهجاوب على كل الأسئلة. صاحبك على الطريق. يعني قدامنا شي 40 دقيقة. كيف الأخبار عندك؟ كله بخير. أوكي تمام.